في الخاص، انتشار المخدرات وتعاطيها ليس بالأمر الجديد في لبنان، فكيف تكافح الدولة ظاهرة المخدرات وخصوصا ظاهرة حبوب الكبتاجون؟ تقرير منى سكر. عمره 22 عاما، دخل السجن لتعاطيه حشيشة الكيف ليزيد إدمانه خلف القضبان على كافة أنواع المخدر ولا سيما الكبتاجون. بالبداية بلشت حشيش، بلشت سيجارة عادية مع الشباب والبيئة اللي أنا عايش فيها، صرنا حبوب، من بعد الحبوب بدنا شيء أقوى. أنا صار عمري 17 سنة أول مرة فت مع السجن قضية مخدرات. بعد قد إيه طلعت؟ من بعد 9 أشهر فتنا على أساس ننضف جوا ما في شيء، عرفتي؟ تطورنا صرنا نعرف شيء أجمل وأحلى، بيعطي صاردل أكثر. في ضيعتين أنا كنت أطلع عليهم، إبريتر وشراوني، هون كنت جيب المادة اللي أنا رجعت سقطت فيها برا من بعد المادة اللي سقطت فيها جوا. أنت مدمن على شو اليوم؟ أنا الكبتاجون عم تعطيني الصاردل اللي بدي إياها، واحد بس قصد بيجي ما بيعرف أمه صعبه، ما خلت حدا يعني. صعبة تروح شلح عيوده، صعبة تضرب عيوده، بس لاجيب أنا اللي بدي إياه. كم حبة بدك بالنهار؟ شي 32، قبل كان بدي بحدود 6-7. كيف تكافح الدولة اللبنانية ظاهرة المخدرات وخصوصا ظاهرة حبوب الكيف؟ بعض هالمحاولات عم بيجوا من الأراضي السورية، في عنا بعض المناطق المحيطة مثلا على الحدود الشمالية للبنان بين لبنان وسوريا، كمان على المحيط الشرقي البقاع الشمالي إذا بدك، عم نلاحظ انه في ثمه محاولات لانتاج هذه الحبوب المخدره في مناطق متهمه بتركيب وانتاج هذه الحبوب المخدره حيث لا تقدر الدوله ان تدخل. انا بالواقع ما بحب سمي في مناطق، لا، يمكن اسرت هذه المناطق من بعض الضالعين بتجاره المخدرات نتيجة عوامل متراكمة. في عنا أشخاص يمكن نلقطهم بالترويج يمكن مرتين وثلاثة خلال حياتهم، وهيدا بيصير يخليهم أمرار خطرين أكثر وأكثر. طب ليش بتظهرون؟ مش نحن بنظهر، مثل ما قلت نحن علينا ننقل هالتحقيقات، نثبت الوقائع الجرمية ونحيلها إلى المراجع القضائية المختصة اللي هي بأمره. ويبقى الهيروين والكوكايين والحشيشة في المرتبة الأولى من قبل المتعاطين، بينما الحبة المستوردة من الخارج فهي تضاهي بمفعولها 4 مرات الحبوب المصنعة في لبنان. الحالة التي عالجناها اليوم هي واحدة من آلاف، فالقوانين البالية القديمة لا تميز بين مروج ومتعاط، فهي تحول المتعاطي المبتدئ إلى مدمن من الدرجة الأولى، خطير على نفسه، على عائلته وعلى المجتمع. منى سكر، MTV.